أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود مساء اليوم بملعب شيخ والبيدية في نواكشوط على فعالية نهائي كأس رئيس الجمهورية للموسم الرياضي 2023. المباراة النهائية التي جمعت بين نادي أفسن وليبوا المتوج بلقب الدوري بنادي الجمارك حضرها عدد من أعضاء الحكومة إضافة إلى والي نواكشوط الغربية ونائب جهة نواكشوط والسلطات الإدارية في مقاطعة الإقصر ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم وجمع غفير من مشجعي الفريقين. وقد سلم الوزير الأول كأس رئيس الجمهورية والميداليات الذهبية لفريق أفسن وليبوا المتوج بالكأس بعد فوزه على نظيره فريق الجمارك بنتيجة هدفين دون مقابل، وقد سلمت لفريق الجمارك الميداليات الفضية ودرع الوصافة. خسر الكأس ولكن وكذلك المدير العام لأول إصلاح النظام التعليمي طبعا السيد المختار ولداهي. الكأس الوطنية وقصتها مع فريق يا بسام، يلا يا بسام، يلا يا بسام، يلا.